هي رأس السنة الميلادية الشرقي بفرق 13 يوما عن التقويم الميلادي الغربي، وهو أنسب ما يكون للحياة الطبيعي والزراعي والفلاحي. فعاليات هذه القرية سابقا يجتمعون في مكان وكأنهم عائلة واحدة وأسرة واحدة. وهذا اليوم بصير عمل كبيبات وفطاير وصفاية. نحن يعني متمسكين فيه كعيد اجتماعي، عيد بينشر المحبة، بيلغي العداوات بين الناس. نحن هذا اليوم مننطره على فكرة. أيام زمان القوزلة يشارك بها كل القرى وكل العائلات، ولكن مع تغير الزمن والظروف خفت هذه الاحتفاليات.